خلاص انت انت اطلب. تمام. هنرقص، ما نرقص، احنا هنعمل ايه؟ نرقص ولا نعمل ايه؟ لا هنشوف، عشان احنا مش هنشترك في ال بيعملوا يعني، هنسخن معاهم بس. طب بس طب على جنب كم حركه اللي هي ممكن نبتدي كده كذا حركه نشوف نختار منها حاجه بيزك كده. استاذ جيمس قوي كده عشان بس الخناقه احنا جست. اهم حاجه دايما الميوزك، اهم حاجه نمشي على المزيكا. لا ده احنا حلاوه استعراض، فلازم المزيكا صح. انا فاكره في ناس عنده في ناس بالظبط. اوكي طيب احنا اول حاجه ممكن نبتدي بيها حركه اسمها السايد ستيبس. اوكي سايد يعني نيجي على الجنب، يعني هنبقى واقفين كده. اوكي وهناخد الرايت ليج، هناخد ستيب وهنقفل رجلينا وبعد كده الناحيه الثانيه 1 2. ده سهل قوي. سهله صح، بس هنقعد بقى نعملها بسرعه يعني 1 2 3 4 5 6 7 بالظبط. اوكي هي المفروض هنعملها الفيلينج بقى، بوت الفيلينج بتاعك جواها. اوكي بالظبط كده. ايه علاقه ده نجر في بكل هو الموضوع يعني بمناسبه نجر دي الموضوع غلط يعني هو انا ما اعرفش والله ده هي كلمه غلط، هي كلمه غلط يعاقب عليها قانون نجر امريكا بقى. ما انا ما اعرفش، عشان هنا في مصر برضو لازم الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيتقال عشان ما يجوش. قصدك الناس تبقى فاهمه عليا انا؟ لا لا مش قصدي كده طبعا. لا وانا افهم برضو معاك. لا هم يعني في الافلام الشريرين بيقولوا كده، احنا مالناش دعوه. هو الفكره كلها ان هو عشان معتمد على راس الشوارع، فهو عشان كده الموضوع فيه شويه اجريشن او فيه عنف شويه في حاجات معينه في التعبير. اوكي فاهم. فهو ده الموضوع هنا الانجليزي هنا عشان انا عندي المشهد عنيف. انت حتى تلاحظ ان احمد مصارع جو يعني انا مجمع قبل ما اجي مصارع عامل كده وبتاع وانا برضو لا في جيم في استعداد كبيره فيلم عالمي. اتفضل. بس فهو الموضوع يعني مش شرط ان كل اللي بيرقصوا هيب هوب يبقوا في عنف في الموضوع. لا في كذا ستايل لا غير الموضوع. العنف يعني ايه دول اوكي هيجننوا في شلل الاطفال. طيب في الموضوع الايدين مبدئيا هي ساينز كل واحده ليها ساين يعني مثلا دي البيس معروفه اراوند ذا وورلد مثلا أوكي. في علامات تانية بتبقى على حسب المناطق يعني في مثلا حاجه في امريكا الايست كوست والويست كوست دي برضو كل ايدين علامات في مثلا ناس بتستخدم ان هم بدل ما يقول الكرو بتاعه يقول الاسم كله فبيستخدم اول حرف في الاسم يعمل العلامه بايده فمثلا ممكن يبقى سي اس واتيفر الاسم بيعملوها باستخدام ايديهم. طيب انت ده ساين لانجويج طيب انت مسمي الفرقه ايه؟ احنا اسمنا سواجرز كرو. اللي هو مين بقى اس؟ اس اول حرف اس. ممكن تورينا الحركه بعد اذنك؟ الحرف الاس الاس بيبقى كده ماشي دي نعملها كده عشان يعني بقين ما فاهم كده نعمله الحرف الاس اس يعني اس الاس معلش قديم اصلي اخر مره اتعلمت كان كتير. فهو دي موضوع الايدين يعني هي ساين لانجويج اكتر في الموضوع. اوكي بس لكن يعني براءه من اللي انتوا بتعملوا ده دي ده ايه برضو ما جاوبتنيش دي برضو دي يعني على يعني حسب ليه بيبحلق في الكاميرا وقعد ايوه بالظبط كده اوكي ويبقى الواد كده جامد. هي برضو ليها علاقه بالشخص نفسه يعني ممكن في ناس ما بيستخدموش خالص كلهم عزيزو بيعملوا كده اللي بشوفه. لا مش كله في ناس ما تلاقيه دخل على كمان يي ويقعد يعمل له كده في هبل ايه يعني هي ساعات في ناس بتقور فعلا. طب يلا يعني هم غيرنا لا خلاص دول مش معانا يعني مش على يلا بينا بقى نتشقلب مش على القهوه دول مش لا احنا بص انا بقول هنتعلم ونمكن احنا على القهوه ونتفرج على نسخن بقى على القاعد كده تمام. نرجع بقى للستبس بتاعتنا هنعمل حاجه اسمها الايت كاونتس. الايت كاونتس يعني احنا هنعملها 8 عدات بالظبط 5 6 7 جو 1 2 3 4 5 6 7 8 حلو قوي. بعد كده نخش بقى في حركه بعديها اوكي هتبقى حاجه اسمها كروس ستيب. كروس ستيب دي بعمل كروس دي اللي هنكعبل فيها اللخفنه انا حست اللخفنه شويه يعني كده ماشي يا زيزو من كروس وبنرجع تاني للنص وبعد كده كروس دي فيها نط وبعد كده نرجع تاني عارفاها انا اللي فيها نط شويه يعني كده اوكي فهنعمل كروس باك كروس باك كروس باك كروس ستوب. اوكي يبقى احنا كده عملنا حركتين كل حركه وكروسات اوكي نعملهم بقى مع بعض. يلا يلا بينا اتفضل مع بعض مع بعض بقى كلنا ماشي خلاص 5 6 7 جو 1 2 3 4 5 6 7 cross 1 2 ايه ده ليه ما شفت الكلام بقى عشان اخر حاجه خلصنا. لا انت خلصنا هنا نبتدي بقى هنا ماشي 1 2 3 4 5 6 7 8 نحاول بقى نزود يعني اتيتيود شويه في الموضوع. احنا بنرقص فلازم يبقى في كده كده
نعمل كده في اي دخل حاجه بقى ايديك ربنا. استخدم ايدك شفت راح يعني اعمل لك كده وان توقف شوف بقى هي دي بقى هي دي اهي روح دوت 1 2 3 4 كده بالظبط كده ايوه بلطك بملامح مش لا مش لازم يعني بلطك. على حسب الميوزك هو اصلا اصل القلب هو مبلطك يعني ماشي ماشي على حسب برضو الميوزك يعني الميوزك لو حاجه ظريفه ممكن يبقى الواحد بيضحك لو حاجه جامده شويه يعني في اللي ها اللي كلمنا هي بس بس يعني احنا فاهمين بس في الناس خش بقى في حركه صعبه شويه ولا ايه حركه صعبه شويه الحركه الصعبه دي احنا كنا قعدنا على القهوه اتفضل ماشي هنعمل بقى بعد ما احنا خلصنا الكروس هننط نعمل كروس هدي بقى مش ما احنا قلنا على القهوه ما حدش صدقنا بقى خلينا في خلينا على القهوه ماشي يلا بينا يلا بينا تحب تجربها تجربها ايوه حلوه اهي طب ما هي صح حلوه ما دي ما نيجي نشتغل في ده لسه بقى في لف كمان ايه يعني المفروض نعمل 1 ونلف انت هتلاقينا على القهوه طيب في المنطقه دي هتلاقينا على القهوه اعملها كده من غير لفه طيب وبعدين لف 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 يا ساتر ما انا بنقول بس عشان المسرح حلو والله كله يلا يا بابا عشان السحلب مستني يلا بينا اتفضل يا فندم